الحرش ده قفشناه في الشقه. خلي بالكم يا جماعه وشير بكل قوه. نهار اسود يا دكتور، والله العظيم دكتور طلع متحرش. طب والله العظيم لو اوريك. اسمع يالا انت، انا لو شفتك تاني همسح بيك الارض. اسمعيني بس يا بيري، والله في سوء تفاهم. ما تجيبش ترسي على لسانك يا حيوان يا قليل ادب، ولو شفتك تاني انا هدخلك مع الاسد، وانت عارف ممكن يعمل معاك ايه. ايه ده؟ برايفت نمبر؟ الو، انت مين يا واد وحكايتك ايه؟ مين معايا؟ احب اعرفك انك دخلت كار مش كارك، وشغلانتنا مش للعيال الهتي اللي زيك. انتوا فاكريننا غايبين، بس احنا دايما قريبين. هو بغض النظر عن الشعر اللي حضرتك قلته، بس انا مش فاهم انت بتقول ايه، وانت مين وعايز مني ايه؟ انا حمد الوزير يا هلا. حمد الوزير؟ هو انا بقصيتي مسمع لحد استاذ حمد الوزير؟ اما انت كريم. لا ايه ده، لا 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 لا، حضرتك اكيد بتشتغلني، انت مش هو. طب افتح الكاميرا واوريك. افتح لك الكاميرا؟ وطالما قلت افتح لي الكاميرا يبقى انت اكيد حمد الوزير، بس برضو اطمن. اهو. ايه ده استاذ حمد الوزير؟ انا مش مصدق والله. انا شايف حضرتك، انا بحب حضرتك قوي والله العظيم. انا متابع كل تحرشاتك، بس هو في سوء تفاهم في الموضوع. حضرتك حاسبني معاكم بالغلط، انا بريء. اوعى تكون فاكر عشان عملت لك فيديو بقيت متحرش. لا ده الحكايه اكبر من كده، لا اصول ولا كبير. لا ده بسم الله ما شاء الله، واضح ان حضرتك عندك منهج كمان. انا كنت فاكرك شغال بالهوايه، بس هو برضه حضرتك والله فاهمني غلط. انا حضرتك ما عنديش طموح في المجال بتاعكم ده. نصحك نصيحه، اذا اردت شيئا بقوه اطلق سراحه انا عاد اليك. اعمل ايه؟ لا بلاش الحركه دي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.